دائما يطرح اسم جوزفالدو فيريرا وجهازه المعاون للعودة مرة أخرى لتدريب نادي الزمالك مع كل نتيجة سلبية للفريق. هل في أي لحظة من اللحظات سمعت عن مفاوضات من الزمالك مع جوزفالدو فيريرا؟ وهل جوزفالدو فيريرا يحب يرجع مرة أخرى لنادي الزمالك؟ وبالتأكيد السؤال ليك بشكل مباشر، هل تحب ترجع مرة أخرى لنادي الزمالك؟ ثانك يو تراكوتاك كوفرسور سيسيرمنت نصاي كوم فعلا سابيل انا جاكو تراباي كوفرسور سو بالحقيقه مش لا فريند اعلم. مي كوفتو مويتاش فيز انكونتر مويتاش فيز كوفرسور مي نو نو انا اكتر من مره ناس بسيط بتلاقى معاه وبنتحدث وكوفرسور معاه وبنتكلم على الزمالك، سي با وي كي تراباي سوزين كوفتات وطبعا نايس على الشغل اللي احنا عملناه في سور الزمالك. سيرتامنت بس بعد الكوتش ذا فيوج نوتش ذا فيوج اسا برغونتا ثانك عامة ليجاردو دايما ريبورتينج بيحب فانتاستيك المفاجآت ودايما بيحب الحاجات الكبيرة ان هو يدخل فيها. دي اجابه ذكيه، يعني هو لا يمانع من حيث المبدا انه يرجع نادي الزمالك مره اخرى. No, no, sir. Impossible. انا Professor, فعلا ما اقدرش international اتكلم باسم البروفيسور باسم الكوتش كونساب. فيريرا، Até porque o professor. لان هو Tivemos ótimos momentos que ككوتش passámos aí, fomos campeões. في اخر الاوقات لما كنا في Será الزمالك احنا كنا certamente ابطال، sempre com boas lembranças ودايما um كنا regresso عندنا ao Egito ليمبرانسز ميموريز كويسه جدا، وكان عندنا حاجات كويسه جدا عملناها مع الزمالك طبعا. عظيم.